موضوع حلقتنا النهاردة هو إزاي تدرج خانة الاختيار في الإكسل. خانة الاختيار في الإكسل هي عبارة عن المربع اللي موجود قدامك ده، بس في حلقتنا النهاردة هنعرضه بشكل متميز أكتر. يعني مثلا دلوقتي دي عندك مجموعة من المواد أنت بتشرحها للطلبة، فالمفروض إن هنا لسه الطلبة ما خدتش أي مادة من المواد دي، فهنا نسبة الاكتمال أو نسبة انتهائهم من الكورس 0%، والمواد اللي لسه ما كملوهاش طبيعي هي قايمة بكل المواد. مجرد ما هيخلص أي مادة من الكورس اللي موجود قدامه ده، فأنت هتعلم علامة صح. مجرد ما علمت علامة صح، ظهرت هنا ليك كده نسبة مئوية للانتهاء من الكورس، وفي نفس الوقت المادة اللي الطالب انتهى منها اتشالت من القايمة دي. علم كده على اي مادة تانية ولتكن الباوربوينت، هنا الباوربوينت ظهر اهي. مجرد ما هتعلم هنا على مربع او خانة الاختيار، هتلاحظ ان نسبة الانتهاء من الكورس زادت والمادة من هنا راح، وهكذا. كل ما هتعلم كل ما هتختلف معاك النسبة، لغاية ما هيوصل نسبة الانتهاء من الكورس ل100%، فبالتالي المواد اللي هتكون باقية مش موجودة. كل دوت هننفذه بطريقة سهلة جدا على برنامج الإكسل. بس قبل ما نبدأ مع بعض، ياريت تدعم الفيديو بلايك لو عجبك، وتشرفني بالاشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفني. أول حاجة وأهم حاجة إن لازم يكون موجود عندك تاب اسمه تاب المطور أو ديفيلوبر. لو مش موجود عندك التاب ده، هتقف في أي مكان كده على شريط الأدوات وتضغط يمين بالماوس وتختار الاختيار الأولاني ده. مجرد ما تظهر معاك الويندو دي، هتنزل تحت كده، هتلاحظ إن تاب المطور مفيش قدامه علامة صح، هتعلم عليه علامة صح وهتضغط على أوكي. أصبح كده تاب المطور أو الديفيلوبر موجود معاك. هتيجي هنا عند الجزئية الخاصة بإدراج أو إنسيرت، تفتح السهم ده، ومن المجموعة الأولانية هتختار خانة الاختيار أو التشيك بوكس ده، علم عليه كده. هيظهر معاك المؤشر بالسهم الأسود اللي هو علامة الزائد، اضغط بالماوس وابتدي ارسم مربع الاختيار بتاعك. وطبعا هنا كده هتبتدي ان انت تحركه وتحطه في المكان اللي انت عايزه. بالنسبة للنص اللي جنبه ده، يفضل ان انت تشيله، هتعلم عليه وتحذفه. بعد ما زبطت المربع الحواري بتاعك او التشيك بوكس، بتبتدي ان انت تنزل بيه على كل الخلايا اللي انت عايزها، بان انت بتقف على الخلية وبعدين بتيجي من الجزئية دي وتضغط بالماوس وتسحب لتحت. كده اتعملت معاك مجموعة من التشيك بوكس. دلوقتي التشيك بوكس لو انت عايزه بس كده مجرد شكل قدامك، يعني مجرد انك تعلم كده علامة صح على المادة اللي انتهت، خلاص مفيش مشكلة، يبقى كده الموضوع بالنسبة لك منتهي. لكن لو انت عايز بقى تربطه بمعادلات وتخلي الشكل بتاعه احترافي اكتر زي الشكل اللي قدامك ده، فانت هنا لازم تعمل حاجة مهمة جدا، هي انك لازم تربط خانة الاختيار دي بخلية علشان تقدر تنفذ عليها المعادلات. ازاي تربط خانة الاختيار او التشيك بوكس بخلية؟ ان انت هتقف عليه وتضغط يمين بالماوس وبعدين تختار فورمات كنترول الاختيار ده. هتيجي هنا عند السيل لينك وهتقف فيها وتختار الخلية اللي انت هتربطها بيها وبعدين تقول له اوكي. هنا لو علمت على مربع الاختيار، لو علمت كده عليه علامة صح، هتلاحظ ان هنا بيظهر لك ترو، لو شلتها هتلاحظ ان بيظهر لك فولس. تعمل نفس الموضوع مع بقية الخلية، يعني هتيجي تقف كده على المربع ده وهتعمل بالماوس كليك يمين وهتروح على الفورمات كنترول ومن هنا هتختار الخلية التانية وتقول له اوكي. كده اي تشيك بوكس هتعلم عليه هيبتدي ان هو يظهر لك الحالة بتاعته بالشكل اللي قدامك ده كده. هنيجي هنا عايزين ان احنا نظهر النسبة او عايزين نظهر عدد المواد اللي تم تدريسها. هنيجي هنا كده ونكتب يساوي وبعدين هنقول المعادلة count f. طب الكليك على count f، هنا هيقولك حدد لي الرينج. الرينج هنا هيكون عبارة عن القيم دي كوما. هما لما هيختار لك من هنا هيختار لك ايه؟ يعني هيعد انهي مواد؟ هيعد المواد اللي اتعمل عندها علامة صح، يعني اللي ظهر عندها كلمة ترو. يبقى الكرياتيريا هنا هي كلمة ترو، فهتكتب ترو وتقفل القوس وتضغط انتر. طبعا هنا مفيش ولا مادة عليها ترو، فبالتالي هو ما عملش كاونت او ما عدش. مجرد ما هتعلم على اي حاجة هيظهر معاك رقم بالشكل ده. طب هو هنا 3 مواد
من اصل كام ماده؟ 3 مواد من اصل 5 مواد. طب انا عايزه اطلع النسبه المئويه مثلا، يبقى في الحاله دي انت هتيجي تقف هنا في الخليه وهتعدل على المعادله، هتيجي هنا وتقسم على count A، تفتح القوس بتاعك وهنا هتختار كل المواد، يعدلك كل المواد، واقفل القوس واضغط انتر، فطلعت لك النسبه هنا كده اللي هي 6%. هتروح على التاب الخاصه بهم وهتيجي هنا تختار النسبه المئويه، تضغط عليها كده فهتطلع لك النسبه 60%. فكل ما هتعلم كل ما النسبه عندك هتزيد، تشيل علامه الصح النسبة عندك هتقل. طيب علشان نعمل conditional formatting او نعمل الخط اللي بيزيد وبينقص مع العلامات ده هنعمله ازاي؟ هتقف على الخلية دي وهتروح على التاب الصفحة الرئيسية اللي هي تاب هوم، هتروح على conditional formatting او التنسيق الشرطي، وهنا هتروح على الشكل ده علشان يظهر لك النسبة المئوية بشكل مختلف، وهتنزل هنا كده عند more rules اضغط عليها. لما تظهر معاك الويندو دي هتيجي هنا في النوع وهتختار رقم اللي هو number، وطبعا دوت اقل قيمة في الارقام، فهنا هتبقى الفاليو بتاعته او النسبة 0. هنا هتختار number برضو او رقم، هنا بقى النسبة هتكون الماكسيمم او اقصى قيمة، فهتكون 100%، فهتكتب كده 100% بالشكل اللي قدامك ده. هنا تقدر تحدد اي لون انت عايز تستخدمه، وليكن مثلا اللون ده، وتقول له اوكي، هتظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده. كل ما تزود في العلامات كل ما يختار معاك العمود ده او البار ده يتحرك معاك بالشكل ده، تقلل العلامات النسبة هتقل بالشكل ده. طيب ازاي تعمل المعادلة الخاصة بالمواد اللي باقية او اللي هي ما تمش دراستها لسه؟ في الحالة دي هتستخدم معادلة اسمها فلتر، يعني هتكتب بيساوي، تكتب فلتر دبل كليك عليها. الفلتر هنا عايز الاري، الاري هنا هي المواد اللي انت بتدرسها او المنتجات اللي موجودة عندك، وبعدين هتعمل كما، هيقولك المواد اللي انت بتدرسها دي انت عايز الفلتر يكون بيحتوي على ايه. هقوله يكون بيحتوي على المعدل ده بس بشرط ان يكون بيساوي كلمة فولس، لان انا هنا عايزة المواد اللي ما تمش دراستها، فبالتالي مش هيكون عندها علامة صح، يعني اللي عندها علامة فولس او كلمة فولس. كما هيقول لي طيب لو ان كلمة فولس دي مش موجودة يبقى هقول له مش هتظهر لي حاجة، هعمل الدبل كوتيشن كده واقفلهم على الفاضي، واقفل القوس بتاعي واضغط انتر، طلع لك بالفعل ان لسه باقي عندك 3 مواد. لو رحنا عند اي مادة فيهم وعلمنا علامة صح هتلاحظ انها اتشالت من القايمة، لو شلنا اي مادة تانية كده هتضاف للقايمة معانا. طيب دلوقتي هتظهر عندك مشكلة ان انت مش عايز الكلمات دي تكون ظاهرة معاك، مفيش مشكلة خالص، كل اللي انت هتعمله ان انت هتعلم عليها بالشكل ده، وهتروح على تاب هوم وتغير لونها مثلا للون الابيض فهتختفي معاك بالشكل ده. طيب لو انت ملون الخلفية باي لون وعايز الرقم بتاعك دوت يتشال، هتعلم عليها وتضغط بالماوس يمين، هتروح على الفورمات سيل او تنسيق الخلايا، هتيجي هنا في الجزئية الاخيرة اللي هي كاستم، وهتيجي هنا كده وتعمل العلامة دي 3 مرات اللي هي السيمي كولون دي، هتحطها 3 مرات وبعدين هتقول له اوكي، هيخفي معاك النص مهما كان لون الخلفية. بكده بتكوني انتهت حلقتي النهاردة، وبتمنى انها تكون فادتكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمه بلايك، وشرفني بالاشتراك في القناة، اشوفكم في فيديو جديد.